سيد مجد ممر من قبل موميروس، أنا وسهلا مرحبا بك. مرحبا بك أخي منير، فرصة سعيدة هذه وشرف لي نكون معكم اليوم. شنو السر ديال هذا اللقب هذا موميروس؟ موميروس هو جاء نظرا لأنني كنكتب شوية ديال الشعر، واللي هو الموهبة اللي عندي، والتقت مع الشاعر الكبير هوميروس الشاعر اليوناني، وجا الاسم الإخوان اللي كان نقرأ عليهم في الجلسات هم اللي سموني هذا الاسم ديال موميروس. شاعر وأيضا سياسي داخل تحت الشراكة، كيف يمكن جمع بين الشعر وبين السياسة؟ الشعر كما كيقولوا كبار السياسيين هو مجال من اللي كيوقف الجواب السياسي، كي الجواب الثقافي هو اللي كيقدر ان يسمح للانسان في اللحظات الصعبه، وكما كيسمح للمجتمعات في اللحظات الصعبه انها تلقى الطريق وتلقى الجواب. بالنسبه لك في الاتحاد الشراكي، كيف ممكن نوصفوا الوضع الحالي اللي وصل له الحزب؟ وانت ايضا من التيار والاتحاد اتحاد مسار، ومسار الاتحاد معروف ومن التاسيس ديالو الى الان هو مسار فيه إشراقات وفيه انكسارات. بطبيعة الحال اليوم الاتحاد هو المطالب الأول اليوم في المشهد السياسي أنه يرجع يتصالح مع القوات الشعبية، ويرجع لأنه هو الحامل الطبيعي اليوم، هو حاجة مجتمعية بغينا ولا كرهنا. اليوم هذه بكل موضوعية الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية حزب ومشروع ديال القوات الشعبية وجميع الاخطاء، وهذه فرصه وكنشكرك عليها بزاف اننا اليوم نوجه نداء ديال التوافق داخل الحزب. هذا حزب اليوم ماشي ديال كاتب اول وماشي ديال تيار، هو اكبر من جميع هاد الشخوص اللي كنشوفوهم اليوم. الحزب الاتحاد الاشتراكي هو اليوم خاصو يتحزم لهذا الوضع البائس اللي كتعرفوا المنظومه الحزبيه، ولا ادل على ذلك هو ما يقع مع الحزب اللي حاول يهيمن على الساحه ككل، واللي ولا اليوم عائق اللي كتعرفوا اللي هو حزب البي جي دي، لانه اليوم ولا كيستغل الاختيار الديمقراطي. وكما يعلم الجميع ان الاختيار الديمقراطي هي معركه نضاليه ديال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، والسي عبد الرحيم بوعبيد الله يرحمه فقيد الديمقراطيه الوطنيه اليوم خير شاهد وخير دليل على ان الاتحاد الاشتراكي هو المدرسة ديال الديمقراطية واستراتيجية النضال الديمقراطي اللي يتحدث بها اليوم حزب العدالة والتنمية، هي استراتيجية ديال حزب الاتحاد الشراكي ماشي ديال حزب العدالة. ملي كتكلموا في تيار ولا الشعب كنلاحظ بأنه كأنه كاين واحد التهجم مباشر للكاتب الأول دينيس الشقر، يعني واش المعركة ضد شخص أم أنه ضد المؤسسات أم ماذا؟ لا أنا ماشي كيما كاينش تهجم، فقط هذه بين قوسين ويمكن النقد. هذا هو الاتحاد، اتحاد مدرسة، نهضرنا مدرسة ديال الديمقراطية، وبالتالي حنا تربينا في وسط هاد تدبير الخلافات والنزاعات كيكون بهذه الجرأة داخل الجهة المركزية، داخل الشبيبة، داخل القطاعات الطلابية، الكل ينتقد الكل، ما عندناش حنايا الزعيم مفهوم الطولي طالي. يعني هو اللي وكل شيء ما عندناش عاوتاني أننا نتحولوا أننا نكونوا غير ملتزمين مع الحزب. يعني تياولات الشعب اليوم هو كينتقد الممارسات الخاطئه. ايضا انتم وصفتوا بانه كاين انتقاد لدريس الشقر، ولكن في الفتره الاخيره رشحت مخوله الشقر، يعني كيف ممكن نجمع بين هذ الامرين؟ هذا امر طبيعي وعادي جدا. اولا تياولات الشعب ما مربيش على الحق، وحنا ما كنورثوش الاحقاد، خلافنا واضح مع الكاتب الاول، بالتالي ما غاديش نهزو ونقلو حنا على الابناء ديالنا. لا تزر وازره وزر اخرى، وكل نفس بما كسبت رهين. هذه الثقافه ديالنا الدينيه كتوضع ان كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. دريس الشقر اخطا في حق الحزب، قلنا له وعاودناها ليه وغنزيدو ناكدوا عليها، وحنا مستمرين عليها، وصلنا في النيابه العامه. حنا وجهنا شكايه بالكاتب الاول ديالنا، حنا وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مستوى الممارسه السياسيه داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، مستوى راقي جدا. اولا اول حزب كيعترف بالتيارات، والكاتب الاول هذاك اللي كنتقدوه هو النيت اللي استقبلنا واعترف بالتيار وخرجوه في الجريده ديال الاتحاد الاشتراكي كاول تيار
كيتمأسس داخل الحزب. هذا انت حساب الكاتب الاول. ولكن فيما دون نقدر نختلف معك في الطياده في الرؤيه ديالك كيفاش كتشوف الحزب. اليوم احنا كنقولوا اليوم التيار الشعب هو حامل لمشروع الاستعاده التقنيه، يعني احنا في زمن التحول الرقمي، احنا في زمن حتى السرديه واليقينيات الكبرى كما قال السيد ريس بانها اليوم انهارت، وبالتالي اليوم البحث عن سرديات ويقينيات جديده في الممارسه السياسيه كنهضر. ومن من هذا المنطلق كيبان لي بان التيار ولاد الشعب هو واضح بالنسبه لنا. صراعنا مع الاخ الكاتب الاول هو كيدخل في اطار التنافس الحزبي الديمقراطي. احنا عشيه انتخابات، كيف كتصوروا يعني انه الحزب غادي يدخل بنفس الشخصين الكاتب؟ مش ما كتصورش انه ممكن يكون مؤتمر يعني قبل الانتخابات او مؤتمر من بعد الانتخابات؟ في اخر جلسه حنا ديالنا مع الاخ الكاتب الاول كان طرح ديال مؤتمر قبل او مؤتمر بعد الانتخابات. الاخ الكاتب الاول يعتبر بانه لم ينصف، يقول لك انا غنكمل الولايه ديالي وسارحل وخليوني نكمل الفرصه ديالي وندوز الانتخابات لانها جزء من الولايه ديالي. واش غادي الحزب يتقدم ام لا ما يتقدمش؟ هذا سؤال اخر. اما السؤال الجواب المنطقي هو ان الحزب اليوم كاين كاتب اول نختلف معه، الكاتب الاول يدبر الانتخابات، احنا مع الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات وليس مع ادريس الشكر. احنا مع حزبنا لان هذه راه تنظيمات جهويه وفرع محليه وعلى الجماعه، شنو علاقته بها هو الاخ الكاتب الاول؟ على الكتابات الجهويه ما لها علاقه بها الاخ الكاتب، كتابات الاقليميه هذو كلهم راه معركه نضاليه في الارض. وهاد الاتحاديات والاتحادين خصهم يكونوا يتمتعوا بهذا الحس ديال الذكاء، واننا نجيو اليوم كاملين ونساندوا الورده، ما كنساندوش دريس. والحزب ماشي ديال دريس، الحزب هو حزب القوات الشعبيه، كيعرف مرحله ديال الصعود، مرحله ديال شويه الافول. اليوم احنا بامكاننا في ظل الوضع اللي كاين ان الشعب مازال باغي، مازال باغي مناضلين من المدرسه الاتحاديه، مازال باغي الامل اللي كانت كتحملوا مثلا الشبيبه الاتحاديه. فهذاك واش باقى الفكره الاتحاديه عندها صدى داخل المجتمع؟ اكيد اكيد. الاتحاد الاشتراكي راه ماشي حزب اللي هادشي علاش كنقولوا حنايا مثلا الحزب العداله والتنميه، راه فرق كبير ان تجي تقارن راسك بالاتحاد الاشتراكي في اضعف حالاته. حزب ديمقراطي عليكم، حزب الكاتب الاول ديالو كي الحزب الكاتب الاول ديالو كي يتعرض لانتقاد من طرف التيار، ما عمرنا وصلنا للمحاكم، ما عمرنا وصلنا للدعوات ديال السب والقذف، في حين ان الحزب ديال العداله والتنميه وجه جوج طلع رئيس حكومه السابق عبد الاله بن كيران ورفع دعوه بتيار ولاد الشعب، وطلع سعد الدين العثماني هو رفع دعوه بولاد الشعب. تخيل ان جوج رؤساء حكومات ديال العداله والتنميه كيمشيو عند اضعف تيار في المغرب هو اللي كيتعرض للدعوه. هو اللي كيتعرض للدعوه. هذا هنا في هذه المقارنه راه كيبان لنا بزاف ديال الامور، كتبان لنا الحاجه اليوم الى التوافق داخل الاتحاد الاشتراكي وتغليب لغه العقل، ونحن قادرون على ماشي هي ليست بعوده وليست بانبيعات، هي استعاده، هي تحول حقيقي، هي عمليه ابدال حقيقيه، لا في المشروع الاتحادي، لا في النخب، لا في الترشيحات، لا في الانفتاح على اطر جديده اللي كتعرف مفهوم شنو هي التنميه المحليه. الا لاحظتوا معايا بان اليوم الوضع الخطير اللي كنهضروا عليه ديال المحاسبه هو اللي ما كيتفعلش، والمجالس المنتخبه هي المسؤوله عن مخططات التنميه المحليه. انتم كتشوفوا شنو واقع، الكل يتهرب من المسؤوليه بالاستقالات، بالمدرسه الاتحاديه راه بينات الا كان النموذج ديال السي عبد الرحمن راه في لحظات صعبه وقواقف ودوز المراحل وتعرض لبزاف ديال الحوايج وبقى صامد، لم نرى مثل عنده مثل هاد التصرفات اللي كاينه اليوم عند حزب العداله والتنميه، واللي الا كان العمود الفقري ديال العمليه الديمقراطيه ولا ديال المنظومه الحزبيه واللي كيسميوهم الحزب الاغلبي وهو ليس بالحزب الاغلبي. انا كنسمي اليوم الحزب المعزول
معزول على المجتمع، معزول على نبض الشباب، معزول على القضايا الوطنية الكبرى، معزول لا يملك حلا، ما عنده حتى شي. راه ماشي كنعايروه، واش هذا سب؟ واش انا كنقول لك ما عندكش مشروع؟ والسي سعد الدين العثماني كيجي امام في التلفازه المغربيه امام الملايين ويقول بانه لا يملك تصورا، وكيفاش هذا الشيء كيتصايب انت ما عندكش تصور؟ اذا كاين طرف اخر اللي كيصايب هذه البلاد، وحنا متشبثين بهذا الطرف، وهذا الطرف اللي هو صاحب الجلاله الملك محمد السادس. هذه معروفه لا من ناحيه الانجازات الكبرى دابا اللي كنسمعوا، حنا فرحانين دابا هل الكركارات، هل هناك دور لبعض الاحزاب؟ فينا هما الاحزاب في الاقاليم الجنوبيه؟ فينا هما هاد الانجازات الكبرى؟ حنا اليوم عندنا مواجهه مع هاد الاعداء الجدد، مثلا هاد المانيا الله خرجت، فينا هي المنظومه الحزبيه؟ الاتحاد الاشتراكي عنده علاقات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. انا كنت في 2007 من الناس اللي استقبلوا الوفد ديال الشبيبه الاشتراكيه الالمانيه اللي جا ديال الحزب الاشتراكي الديمقراطي اللي جا للمغرب. كان معنا اللقاء ترأسه الاخ الكاتب الاول السابق السي محمد اليازغي، ومشينا في واحد الحميميه مع هذا الوافد، واستقبال كان بالضيافه بالمغربيه وفي بزاف ديال الحوايج، حتى لدرجه ان كان واحد انا شخصيا رددت معهم الشعار الالماني، وكانت صدمه عندهم وفرحه. واليوم ملي كنجيو كنشوفوا ان التحول ديال هاد الدويله اللي كانت ربما مسالمه في المراحل الاخيره، ان اليوم كانت الدور ديال الاتحاد الاشتراكي وديال الشبيبه الاتحاديه انها تكون فين هي شبيبه العداله والتنميه. حنا كنلقاوها غير الا كان شي حد باغي ياكل العصا لنا، شي حد قاتل يمشي يدافع عليه. فين هما في القضايا الوطنيه الكبرى؟ فين هو الترافع على القضيه ديال الصحراء؟ وفين التجربه ديال 10 سنوات اللي دوزوها؟ فين هادشي؟ راه ما كاينش. احنا الان عشيه الانتخابات، وتمت المصادقه على العدد من التعديلات اللي همت النظام الانتخابي، منها الغاء لاحد الشباب القاسم الانتخابي العتبه. كيف ممكن هذه المواقيت هذه كلها يعني تنعكس ايجابا على حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات المقبله؟ اولا الانتخابات المقبله خاصها رجه اتحاديه، وهذا الرجه جزء منها كاين في هذه القوانين. لان مثلا انا ملي كنشوف السيد وزير الداخليه انه هو اللي ياخذ زمام ويرفض مثلا اللائحه ديال الشباب، وكتلقى مثلا الاحزاب باقا كتدافع على هذا الريح، من الممكن الا انك كتفتخر بان وزير الداخليه مثل السي الفتيت انه يحبس هذه المسائل ديال الريح، لان هي اللي هرست لك للوضع داخل ديال التعبئه والجميع ديك الصيروره ديال الحمله الانتخابيه وديال الماهيه ديال ما معنى الانتخابات وحضور الشباب بلا تربيه على الريع، انه يتعلم ينزل ويناضل ويعلم، كيتعلم انه يعبأ واحد الدائره، هذيك هي السياسه. اما لو جينا نبقاو خلينا واحد اللائحه وكل من اقترب من الزعيم او من الامين العام ديال الحزب، وحنا في الولاءات والولاءات ضيقه وفي واحد السياق ربما اي حاجه غادي نزيدوها ربما الانتخابات ما غاتاديش الاكل ديالها. فهاد النقطه ملي كنلقاو قلت لك مثلا ان وزاره الداخليه هي اللي كتدبر هاد الانتخابات بهذا التوافق، واش كاين شي امل ان هذا الحزب هذا يزيد قدام شويه يوسع القاعده الانتخابيه ديالو؟ بالنسبه للانعكاسات ديال هاد القوانين على الاتحاد الاشتراكي، اظن الاتحاد الاشتراكي لازم عليه هو يجيب مقترحات في سياق اخر ليس في القوانين، يجيب مقترحات في الترشيحات. ها الرجل فين كاين في الادوار ديال الاحزاب في الاسماء التي تقدم؟ هنا فين ممكن اننا نعاودوا نديروا هذيك اللحمه مع القواعد ديالنا؟ هي كاينه ما مشات عند حتى شي حد، هي اغلبيه كنقولوا عليها صامته، كاين فيهم اللي غادر. هنا فين كاين فين يعني كنستوعب المصالحة رغم علاتها وكنتحولوا منها إلى التوافق، يعني احنا كاملين كنخرجوا للانفتاح. الرهان الأكبر عند الحزب ينفتح على طاقات وكفاءات اللي غتساهم في التنمية المحلية واللي معروفة عند القواعد الشعبية لتحت، بارك من هذه المسائل ديال أن كل شيء كاين في الرباط. هذا راه توجه أصلا، هذا هو الدستور البلاد، يعني احنا غادي في اطار النخب ما تبقاش ممركزه، نخب محليه نخب جهويه، وبالتالي هنا فتح المجال الحزب هو اللي خاصو. الا كانت الريع ديال اللائحه ما بقاش، اللائحه ديال الشباب ما كايناش،
ممكن ان الحزب هو يفتح المجال للشباب يعطيهم تسكيات. ربما انت كتعرف بان التغطيه ديال 100% ما كايناش ديال الدوائر، ولكن الا مشينا غير في حدود التغطيه ديال 90% او 85% ربما اننا نوصل واحد 20 و 30% ديال الدوائر فيهم شباب. ولا دل ذلك راه حتى اللائحه الاخر انتخابات جزئيه نجح فيها شاب اتحادي واستطاع انه يهزم العداله والتنميه في المعقل ديالها. هذا هو السياق احنا اللي كنتمناو كتيار في ختام هذا اللقاء، واللي كنشكر موقع الفاس بريس بزاف للدعم ديالو للشباب ولجميع المبادرات الهادفه. ان اليوم الاتحاد الاشتراكي السؤال ديالو سهل الجواب عليه، الى وعات القياده الحاليه بان راه الاتحاديين لازم عليهم التوافق لتدبير هذه المرحله التاريخيه، وان بلادنا محتاجه لينا جميعا كلنا ماشي واحد. حنا ما باغيش انتصار ديال ولاد الشعب ولا انتصار ديال التيار ولا انتصار ديال خاول الرجال، حنا باغيين انتصار ديال الاتحاد الاشتراكي باي اسم اللي غادي يكون مفيد. وشكرا.